لبعض التمرينات الصعبة اللي أنا أقدر أحطها على صوت في التعريف، وعن طريق الأقواس أقدر أحل بعض المعادلات التفاضلية، صح؟ وكانت الفكرة الأساسية في حل المعادلات التفاضلية باستخدام الأقواس اللي أنا بعمل إيه؟ اللي أنا عندي معادلة تفاضلية صعبة في التايم دومين، عايز أجيب الحل بتاعها. فإزاي بهرب من المعادلة التفاضلية الصعبة دي؟ بهرب منها عن طريق اللي أنا بجيب لها إيه؟ لما بجيب لها الأقواس تتحول لمعادلة في الاس دومين، المعادلة دي إيه؟ سهلة. لأن إيه سهلة؟ لأن أقدر أجيب الحل بتاعها. طب بعد ما أجيب الحل في الاس دومين، إزاي أرجع أجيب الحل في التايم؟ كان هو ده دايما السيكونس بتاع الحل بتاعي، اللي أنا بجيب الأقواس بيحول لي المعادلة الصعبة في التايم، المعادلة سهلة في الاس، بجيب الحل بتاع المعادلة في الاس دومين، وبعد كده أرجع أجيب مين؟ بس قبل ما نتكلم كنا واخدين حالة خاصة لما يكون المعادلات بتاعتي غيرها ثوابت. يعني الواي والواي داش والواي دبل داش جنبيهم ايه؟ أرقام. طب ايه اللي هيحصل لما تكون المعادلات متغيرة؟ معاملات متغيرة يعني مثلا فيها تي أو تي سكويد أو برضه نفس الفكرة، هجيب ايه برضه؟ ده بلس ايه؟ طب يلا كده نجيب ده بلس الطرفين. التي ده اللي بلس بيتحول ايه؟ التي ده بيتحول لماينس ايه؟ تفاضل. الواي دبل داش بتتحول ايه في البلس؟ اس سكوير واي في اس ماينس اس واي عند زيرو ماينس واي داش عند زيرو. كده جبت الابلس على الترم الاولاني. ماينس الابلس على الواي داش، الواي داش بتتحول ايه؟ اس واي في اس ماينس الواي عند مين؟ هيساوي لو بص على الطرف اليمين اللي هو كام بقى؟ 2 على ايه؟ طيب يلا نعوض الانيشال كونديشن كده. الواي عند زيرو كام؟ زيرو. طب الواي داش عند زيرو كام؟ على طول هو عطاني الواي داش عند الواحد، بس انا محتاج الواي داش عند مين؟ لما انا اكون محتاج واي داش عند زيرو وما لهوش جيفن، هو عامل ايه بقى؟ هفرضه باي ثابت اسمه ايه؟ تاني يا جماعه، لو عندك حاجه انت محتاجها هي مش جبنة عندك، هنفرضها بثابت اسمه ايه؟ والمفترض ان ايه ده هيكمل معايا الحل بتاعي، لان في الاخر هيظهر في مين بقى؟ الايه ده هيظهر فين؟ في الواي. بعد ما يظهر في الواي تي ممكن بقى تجيب لي ايه باستخدام ايه بقى؟ الكونديشن. يبقى عموما لو انت لقيت كونديشن انت محتاجه مش موجود عندك جيفن، دي هذه مشكله؟ لا، هتفرضه بثابت اسمه ايه؟ والايه ده هيكمل معاك الحل. بس هنا الميزه ايه بقى؟ هل الايه ده هيكمل معايا الحل؟ لا. ليه بقى؟ عشان بره فيه ايه؟ فالايه ده هيختفي. بس عموما في مساله ممكن تلاقي الايه ده مكمل معايا ايه؟ الحل ده. طيب يلا نعمل تفاضل. تفاضل حاصل ضرب درجتين، الأولى في مشتقة مين؟ الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى. طيب ماينس اس واي في اس هيساوي كام؟ 2 على اس. أنا كنت منتظر بقى هنا إيه؟ كنت منتظر إن أنا أقدر أجيب الواي في إس، صح؟ قبل ما تلم كنت بعد ما أجيب الأبلاس كنت بقدر أجيب الواي في إس دايركت، صح؟ بس هنا بقى في مشكلة، إيه هي؟ إن الواي في إس مالها؟ داخلة جوه معادلة إيه؟ تفاضلية تانية. الواي في إس داخلة جوه معادلة إيه؟ تفاضلية. ما تقدرش تجيب الواي في إس غير لما تحل مين؟ المعادلة التفاضلية. يبقى إيه الفرق دلوقتي وقبل ما تلم؟ قبل ما تلم كانت المعاملات ثوابت ما فيهاش تي، فكان دايما المعادله بتاعت الاس دومين تقدر تجيب منها الواي في اس دايركت، ولكن بما ان المعاملات هنا فيها تي فالمعادله بتاعت الاس دومين عباره عن ايه برضه؟ معادله تفاضليه. فاهم كده بقى؟ بس اكيد المعادله التفاضليه دي بتكون اسهل بكتير من ايه؟ من المعادله التفاضليه في الاس. عايزين نحل المعادله دي، تعال نظبط شكلها الاول. ممكن نضرب في ماينس الطرفين، صح؟ حط هنا ايه؟
بعدين هنا 2 اس واي في اس، هنا اس واي في اس، انا ممكن هتلاقي 3 واشيل ده. المعادله التفاضليه دي لانها هي دي فيرست اوردر، فيرست اوردر لينير صح؟ ليه لينير يا جماعه؟ الواي والتفاضل بتاعها الباور بتاعها بكام؟ فطالما فيرست اوردر لينير نحلها ده اوكي؟ اول حاجه لازم تخلي الكوفيشنت بكام؟ يبقى هتحاسب المعادله على مين؟ هيبقى عندي واي داش بلس 3 على اس واي بتساوي سالب 2 على اس باور كام؟ بعد ما اخلي المعادله بواحد بدور على بي وكيو، مين البي ومين الكيو؟ ده البي وده مين؟ فاهم كده؟ بعد كده بجيب حاجه اسمها ميو، مين هي ميو بقى؟ الميو هي اي باور تكامل بي، اي باور تكامل مين؟ يبقى الميو هي اي باور تكامل مين يا جماعه؟ تمام؟ بس التكامل ده بالنسبه لمين بقى؟ البي هي 3 على اس هكملها بالنسبه لمين؟ لان هنا المعادله التفاضليه دي بالنسبه لاس. اي باور 3 تكامل 3 من اس هيبقى اي باور 3 من ايه؟ هدخل 3 جوه وهشيل دي بعدين هتطلع كام ده؟ يبقى بعد ما اظبط شكل ميو هيطلع اس. فاكرين بقى شكل الحاله كانت كده ازاي؟ الحاله التعليميه كان ليه شكل كده. كان ميو واي تكامل ميو كيو دي اكس بلس مين؟ يلا يا جماعه ميو نهائي اس كيو واي قصدي بيها مين؟ الفاريبل اللي هو المتغير التابع اللي هو مين هنا؟ الواي بيساوي التكامل. النيو اللي هي مين؟ اس كيو. الكيو اللي هي مين؟ سالب 2 على اس باور كام؟ دي اس باور. تعالى كده طبعا هنحل التكامل ده ازاي؟ اس كيوب واس باور 5 هيبقى كام ده؟ هيبقى اس هنا ايه؟ تربيع. التكامل ده سهل قوي. هيبقى هنا اس كيوب ناقص 2 على اس تربيع تبقى كام؟ 2 على اس. كده جبت في الاخر مين؟ بس انا عايز اخلي الواي في اس لوحدها اقسم على مين؟ يبقى الواي في اس عباره عن 2 على اس باور كام؟ 4 بلس سي على اس باور كام؟ حد عنده اشتغل؟ طيب هو دي لو فرضنا بس لا هنجيبها ازاي؟ داخل كونديشن اهو هي دي جوه كونديشن هنا دي بعد ما جبت الواي في اس يا جماعه انا عايز اجيب الواي في ايه؟ يبقى الواي في عباره عن 2 على اس باور 4 ده عباره عن تي كيوب على الفاكتوريال كام؟ فاكتوريال 3 زائد سي واحد على اس كيوب ده عباره عن تي سكوير ده على الفاكتوريال 2 هي كام؟ حد عنده شغل؟ كام فاكتوريال 3 ده؟ 6 وهنا في 2 يبقى كله كام في الاخر؟ جبت الحل التاني بس الحل ده جواه ثابت صح؟ ازاي اجيب الثابت بقى؟ اعوض الكونديشن استخدم اني واحد؟ اكيد مش اول واحد طبعا عشان اول واحد هيطير لي سيفر هستعمل تاني واحد بس تاني واحد بيقول لك ايه بقى؟ ان الواي داش عند مين؟ واحد بكام؟ ينفع سالب الكونديشن ده على الواي في تي؟ لا لازم اجيب مين الاول؟ يبقى انا اول لازم اجيب واي داش اوف تي كام؟ تي سكوير سي تي وبعد كده اطبق الكونديشن بقى اللي هو بيقول لي عند تي بواحد الواي داش بكام؟
واحد وواي داش اتنين هيبقى سي كام؟ يبقى فين الحالة التالتة؟ هشيل السي دي واحط مكانها مين بقى؟ طيب حد عنده مشكلة؟ وانا جبت الواي دي عايز اطبق الكونديشن ده عشان اطبقه لازم اطبق اجيب مين الاول؟ واي داش جبت الواي داش بعد كده حطيت في تيم واحد والواي داش في تيم طلع لي في الاخر سيب كام؟ يبقى الحل الثاني اللي هو ما حد عنده مشكلة يبقى مفيش جديد عن اللي احنا خدناه في الطب كل الجديد الحاجة المختلفة الوحيدة اللي انا بعد ما بجيب الاقتص المعادلة بتاعت الاس دومين بتطلع ايه؟ ديفرنشال ايشو تمام كده؟ بص هو الفيرست اوردر دكتور عرفي يا ريم يا ريسبال هتقدر يعني في النولي والاكزاكت والقصة دي كلها تمام كده هي يا سبب اسبرجل يا اما ايه؟ حد عنده مشكلة؟ بص هنا يا جماعة هنا كان في تي صح؟ هنا كان في تي طب لو كان في سكويت هيبقى نفس الفكرة بس هيبقى في هنا بقى ايه؟ واي ضابط تمام كده هتلاقي المسألة في السكشن دول هنراجع إن شاء الله آخر سكشن هنراجع إزاي نحل المسألة ايه؟ السكشن دي حد عايز يشتري يعني خلاص الكلام نتيجة المعاملات المتغيرة نتيجة الانتهاءات الموجودة دي المعادلة بتاعت الاس دومين بتبقى يا اما فيرست اوردر يا اما سكند ايه؟ حد عنده مشكلة؟ التاني اللي انت لسه عامله ده خلي التكامل ده كله على صوت مين؟
يبقى لازم تخلي التكافؤ ده كله على صورة حاجة كومبوزيت مع مين؟ مين بقى؟ هدور بقى جوه على دالة فيها يو وتي ماينس يو، يو وايه؟ فين الدالة بتاعت يو اهي؟ ودي الدالة بتاعت تي ناقص ايه؟ الدالة دي هتبقى ازاي؟ يو تي ار تي، ودي هتبقى ازاي؟ فاهم يا جماعة؟ يبقى يا اما تجيب لك اللي جوه التكامل تقسم على اس، يا اما تخليها على شكل كونفوجن. ده متوقف على ايه؟ متوقف على التي اللي جوه دي، ينفع تطلع بره ولا لا؟ يلا نجيب اللابلاس هنا بقى سهل. اللابلاس الاولى تايم كونفوجن بتحول ايه؟ اللابلاس الثاني الواي زيرو كام؟ هنجمع الترمات اللي فيها واي في اس مع بعض. يبقى واي في اس اول كوفيشنت اللي هو مين؟ اس. تاني كوفيشنت ده ماينس، هيروح نجري في البلس صح؟ هيساوي مين؟ واحد على اس سكويرد ماينس مين؟ قبل ما انقل ده تحت او واحد المقامات. هيبقى عندي واي في اس مضروبه في اي اوف تي اللي هي ايه؟ كارت.
بلس البوند بتاع الكوين الملف عباره عن ال دي اي دي اي باي الفولت بتاع الكباستور برينت واحد على سي انتجريشن اي. تعالى كده بقى مين المعادله بقى؟ لو فرضنا ان الار والال والسي انا عارفه وكمان السورس انا عارف المعادله بتاعته اتحولت المساله للمعادله ايه؟ انتجرو ديفرنشال ايه؟ فيها اي داش اهي اي داش اهي وده مين ده؟ انتجريشن بتاع مين؟ بقت مساله انتجرو ديفرنشال ايه؟ ازاي نحلها دي؟ عايز اجيب الاي وفي تي احنا بنعملها ايه؟ اول حاجه هجيب لابلاس هجيب ايه؟ من لابلاس هجيب حاجه اسمها اي اوف ايه؟ اللي هو الكرنت بس في الاس ايه؟ بعد ما اجيب الكرنت في الاس دومين اجيب مين؟ اجيب الكرنت فين؟ طيب يعني بتبقى مساله شبه المسائل اللي احنا لسه حلينا ايه؟ بس بدل الواي دي كانها اي حتى مش فاهم اه؟ فاللي عايزك تعرفه الفولت بتاع المقاومه شكله عامل ازاي؟ الفولت بتاع الكويل الفولت بتاع مين؟ كده كده انتوا في ماده هتاخدوها سيركس هتعرفوا الحاجات دي. حد عنده مشكلة في القصة دي؟ في مشكلة كده معاك؟ يبقى المسألة ممكن تجيلك ار ال سي ممكن يديك ار ال بس ممكن يديك ار و سي بس ممكن يديك ال مع انت كده كده عارف القانون بتاع كل واحدة عامل ازاي. هتكتب المعادلة وبعد كده تعوض بالار والال والسي في الآخر تجيب لصاص بس مش هتعرف. حد عنده مشكلة؟ Thank you.
عباره عن اوردينري ديفرنشال اللي هي واي ضرب الداش واي داش واي. كان الاوردينري ديفرنشال ايكويشن عباره عن الحل بتاعها واي بدل مين؟ لان كان المعادله التفاضليه فيها تغير مستقل واحد اللي هو تي وفيها متغير تابع واحد اللي هو مين؟ طيب هو دايما الدوال عندي فانكشن من متغير واحد؟ لا ده في امثله كثيره جدا دي دوال تعتمد على اكثر من ايه؟ متغير. فاهم كده؟ فلو عندي مثلا داله اسمها يو داله المتغيرين اكس وتي. فاهم كده؟ في الحاله دي المعادله التفاضليه اللي بتوصف اليو دي بيسموها المعادله التفاضليه ايه بقى؟ جزئيه. يعني ايه بارشال ديفرنشال؟ يعني المعادله التفاضليه عاديه وبتحتوي على تفاضلات برضه بس اقل تفاضلات. بما ان عندي داله للمتغيرين هي يعني بتحتوي على تفاضلات ايه؟ الجزئيه. يعني ايه تفاضلات جزئيه؟ لان ممكن تلاقي تفاضل بتاع تي تفاضل مرتين بالنسبه لمين؟ تفاضل بالنسبه لاكس تفاضل مرتين بالنسبه لمين؟ أو ممكن تلاقي إيه؟ يبقى المعادلة التفاضلية الجديدة دلوقتي اللي إحنا هنتعامل معاها بتحتوي على التفاضلات الجزئية للدالة فيها كام متغير؟ متغيرين اللي هو إكس وإي. حد عارف كام؟ طيب هحلها زي ده، يعني مثلا مسألة زي دي عبارة عن تفاضل اليو سوري دين إكس تفاضل يو بالنسبة لتي زي تفاضل يو بالنسبة لإكس بيساوي كام؟ واعطاني ان اليو عند اكس بزيرو بزيرو ويو عند زيرو بزيرو كام؟ فاهم كده؟ ازاي احل المعادله التفاضليه دي؟ عادي نفس الفكره اللي احنا كنا قلناها قبل كده اللي احنا اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب لابلاس ايه؟ للطرفين. بس هنا في حاجه بقى انت عندك كام متغير؟ مين؟ اكس هتجيب لابلاس بالنسبه لاي واحد فيهم؟ فاحنا هنتفق ان احنا هنجيب لابلاس بالنسبه لمين؟ لابلاس هنا بالنسبه لمين؟ حد عنده مشكلة؟ يبقى احنا هنتفق خلاص ان اللابلاس ده هيكون بالنسبة لمين؟ يعني وانا بجيب اللابلاس او بجيب الانفرس دايما الاكس مالها؟ حد عنده مشكلة؟ واحدة واحدة بقى نشوف ازاي نحل المسألة دي. هجيب هنا الاقباط بالنسبه لمين يا جماعه؟ بالنسبه لمين؟ للتي. يعني الاكس مالها؟ خلاص يلا واحده واحده 2 اكس الاقباط شايف 2 اكس دي كفايه رقم صح؟ يعني 2 اكس دي بتنزل زي مين؟ هل الاقباط فيها حاجه؟ لا. الاقباط هيخش على ده هيلاقي عندي تفاضل بالنسبه لتي. اه التفاضل بتاع تي ده يعتبر مؤثر صح؟ بيعمل ايه المؤثر؟ بيجيب اللابلاس بتاع الداله الاصليه اللي هي دي يو اوف اكس واس ده اللابلاس بتاع مين بقى؟ بتاع دي وتاثير المؤثر بيعمل ايه؟ بيضرب في اس ويضرب مين؟ الانيشال فاليو صح؟ يعني اليو عند تي بكام؟ طب والاكس بكام؟ تمام حد عنده مشكله؟ يبقى تفاضل يو بالنسبه لتي تحول ازاي بقى؟ التفاضل بتاع تي ده مؤثر بيعمل ايه المؤثر ده؟ فجيب اللابلاس بتاع الداله الاصليه اللي هي اليو دي اللابلاس بتاعها اس يو اوف اكس واس تمام؟ تاثير المؤثر بضرب في اس بضرب مين؟ الانيشال فاليو. يعني ايه انيشال فاليو؟ يعني قيمه الداله على تي بكام؟ في مشكله كده؟ لا دي يو كابيتال ودي سمول اللي هي التايم ايه؟ اي كده انت حاول تفرق بينهم يعني هتقول لك انا كام بتاع ايه؟ حد عنده مشكله في القصه دي؟ زد التفاضل بتاع اكس هو مش اللباس ده بالنسبه للتايم اي حاجه فيها اكس هو مش شايفها صح؟ يعني التفاضل بتاع اكس ده هيعديه هو مش شايفه هو شايف مين بس؟ شايف التايم هيخش على الداله دي اللباس بتاع دي اللي هي مين؟ يو اوف اكس ها في مشكلة غلطة فيه. يبقى التفاضل بتاع اكس نازل زي ما هو، ليه نازل زي ما هو؟ لأن أنا بجيب لابلاس بالنسبة للتي. فأي حاجة فيها اكس هو شايفها كأنها كونستنت.
فالتفاضل بتاع اكس ده اكيد مش موجود، هو نزله زي ما هو. هو دخل على مين اكتر؟ دخل على طب 2 اكس. هو لابلاس برضه شايف 2 اكس دي كده ايه؟ رقم. ولابلاس على الرقم بكام؟ حد عنده مشكلة غلط؟ حد عنده مشكلة؟ يبقى انا جبت لابلاس للطرفين مع اعتبار ان لابلاس بالنسبة لتي يعني أي حاجة فيها اكس تعتبر ايه؟ حد عنده مشكلة؟ طب يلا نعوض بالكونديشن. قال لي اليو عند اكس زيرو بكام؟ اعتبار ايه؟ يو عند تي بزيرو كام؟ بص كده بقى على الداله بتاعتك. في بس حاجه عايز اقولها، هو التفاضل بتاع اكس ده بشر صح؟ ده على اساس ان في مين ومين؟ اكس واكس صح؟ بس انا ممكن اعتبره تفاضل عادي. وهعتبر اس دي بالنسبه لي كده ايه؟ يعني انا هشتغل وهعتبر اس دي كده ايه؟ ليه؟ طب اليو بقى انا عايز اجيب اليو صح؟ ليه عايز اجيب اليو؟ عشان اجيب لها الانفرس يبقى انا كده جبت الحل صح؟ طب اليو دي هل تقدر تجيبها دايركت؟ لا للاسف. ايه بقى؟ اليو دي جوه المعادله ايه؟ تفاضليه. يبقى عشان تجيب اليو لازم تحل المعادله ايه؟ التفاضليه. طب تعالى كده نبص على المعادله التفاضليه دلوقتي. دي يو باي ايه؟ 2 اكس اس 2 اكس اس مين؟ بيساوي كام؟ 2 اكس على المعادلة التفاضلية دي نوعها ايه؟ لسه حللنا من شوية. فيرست اوردر ايه؟ لينك صح؟ فيرست اوردر. يبقى عشان تجيب اليو في اكس واس لازم تجيب مين الاول؟ تحل المعادلة. بس انا لو انا بحل المعادلة دي بحل المعادلة دي بالنسبة لأي متغير؟ يعني الاس هي اكتر حاجه بتطبق في الجزء ده، مين المتغير اللي بتعامل معاه ومين الثابت. فلازم تكون عارف مين الثابت ومين ايه. فانا هنا وانا بحل المعادله التفاضليه اثناء الحل بتعامل مع الاكس بس، الاس دي بالنسبه لي ايه؟ رقم. تمام؟ طب يلا ازاي نحل الفيرست اوردر لينير؟ اول حاجه اليو داش المعامل بتاعها كام؟ بجيب حاجه اسمها بي وحاجه اسمها ايه؟ مين البي؟ ده ومين ايه؟ هجيب حاجه اسمها ميو. اي باور تكامل مين؟ بس التكامل ده بالنسبه لمين بقى؟ اكس. ليه بالنسبه لاكس؟ خلاص المعادله التفاضليه دي بالنسبه لايه؟ وانا شغال دلوقتي انا بتعامل مع مين بس؟ كام ده التكامل؟ 2 اكس تكاملها بالنسبه لاكس هيبقى كام؟ في مشكله؟ طب شكل الحل؟ هتلاقي شكل الحل بعدين كشكل عامل ازاي؟ كنت بكتب ميو ميو في مين؟ واي اللي هي المتغير التابع بتاعي اللي هو مين؟ بيساوي تكامل الميو اللي هي مين؟ في الكيو اللي هي مين؟ 2 اكس على مين؟ برضه التكامل ده بالنسبه لمين؟ حد عنده مشكله؟ يلا نحل التكامل. تكامل بالنسبه لاكس. 2 اكس دي توديها هنا بالايه؟ بالانتجريشن. هتروح هنا بايه؟ اكس سكوير. وهنا عندك اي باور اكس سكوير اس صح؟ مش هتنساش انت عندك مين بره؟ يبقى ايه اي باور اكس سكوير اس اهي؟ وديت 2 اكس هناك بايه؟ كده اقدر اعمل انتجريشن ولا لا؟ طالما هنا اكس سكوير وهنا اكس سكوير اقدر اعمل انتجريشن هيبقى كده. الاي حددتها زي ما هي وهقسم على المعامل مين؟ اللي هو الدي ايه تحت. وانا عندي اس يبقى اس كام؟ في الاخر يا جماعه بعد ما حليت اللينير طلع حل المنطقه ده اي باور اكس سكوير اس في يو
بيساوي كام بقى؟ 5 بيساوي كام؟ 1 على اكس سكوير اي باور اكس سكوير دي اس بلس مين؟ بس انا مش عايز ده، انا عايز مين؟ اليون لوحدها صح؟ ازاي اخلي اليون لوحدها؟ اقسم على ايه؟ فريحته ايه بقى؟ 1 على اس سكوير زائد سي اي باور كام؟ هو ده اللي انا كنت عايز اوصله، عشان لما اجيب اليو اكس واس اقدر اجيب الانفرس واجيب مين؟ حل. تعالى نرجع كده، احنا عملنا ايه من الاول؟ احنا من الاول جبنا الابلاس الطرفين، بس وانا بجيب الابلاس اي حاجه فيها اكس هعتبرها ايه؟ سالب. فالاتنين اكس دي نازل زي ما هي، التفاضل اتحول، التفاضل بتاع اكس نازل زي ما هو تفاضل ايه؟ دي اكس، عشان الابلاس مش بيعمل في حاجه. واتنين اكس الابلاس بتاعها اتنين اكس على المفترض ان انا بعد ما بجيب الابلاس بجيب اليو في اكس واس صح؟ بس لقيت اليو في اكس واس داخله جوه المعادله التفاضليه فيرست اوردر ليه؟ فحليت المعادله التفاضليه دي جبت مين؟ اليو في اكس. في سؤال بقى، هو انا دلوقتي هجيب الانفرس وبعد ما اجيب الانفرس اجيب الثابت من التايم دومين ولا اجيب الثابت الاول من الاس دومين وبعد كده اعمل ايه؟ لا الاس دومين الاول. طيب احنا المساله دي كنا حلينا واحده في اول سيكشن خالص، كنا قلنا ان انا لما يكون عندي ثابت في الاس دومين عملنا انفرس عادي خالص صح؟ الثابت ده ظهر في التايم دومين، جبت الثابت منين؟ من الكونديشن بتاع التايم صح كده؟ اه بس في حاجه هنا احنا مش واخدين بالنا منها، ايه هي؟ هو التكامل السي ده طلع منين؟ طلع من التكامل ده صح؟ طب والتكامل ده هو كام متغير؟ كام متغير؟ اكس واس، وانت بتكامل بالنسبه لمين؟ يعني مثبت مين؟ واحنا عارفين اخذنا المره اللي فاتت اللي انت لما يكون عندك تكامل جواه متغيرين وانت مثبت واحد بيكون ثابت التكامل هو مين؟ فانكشن من مين؟ دايما اعلم مكان الداله فيها متغيرين وانا بثبت واحد فيهم ثابت التكامل ان جنرال بيطلع فانكشن من الحاجه اللي انت ايه؟ يعني ثابت التكامل ده هو ممكن يكون جواه مين؟ وطالما هو جواه اس ينفع اجيب الانفرس قبل ما اجيب الثابت؟ لا، لازم اجيب الثابت الاول، لازم اجيب الثابت الاول بعد كده اجيب مين؟ ثابت كان رقم عشان كان عندي متغير واحد بس اللي هو الاس، يعني كانت المعادله التفاضليه لينير لو انت تفتكر اللي احنا عملنا عليها كانت المعادله التفاضليه بالنسبه للاس بس ما فيهاش متغير تاني. ففي الحاله دي الثابت هيطلع رقم. الفكره يا جماعه ان المعادله التفاضليه دي فيها مين ومين؟ اكس واس، وانت مثبت الاس، فيبقى ثابت الثوابت اللي بتطلع لك هنا ان جنرال ممكن يكون جواها مين؟ دي مشكلة يا جماعة؟ الثابت ده جوه التكامل ولا في قوس من بره شبه ما عملنا التكامل؟ لا انا بعمل تكامل وبطلع ثابت. لا 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 هو الدكتور بس انا كان بيحط قوس من الاول عشان يقول التكامل التكامل على الداله دي بس مش على الثابت. ايوه انا حطيت هنا دي اكس، ايه؟ على دي اكس وعلى التكامل على الثابت ده بقى. ايوه يعني في ثابتين بس ايه؟ يعني في اثنين ثواب كده. لا 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 هو انا ممكن اكون شد بعد ما بحل التكامل ممكن اختلفت فيها بقى مره ثانيه بس انا عادي بحط ثابت في الثالث. ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا، ركزوا معايا. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان انا لازم اجيب الثابت فين؟ في الاسم ده. طب عشان اجيب اي ثابت محتاج كونديشن صح؟ هل عندي كونديشن في الاس دومين؟ بالظبط.
انا ما عنديش كونديشن في الاس دومين، بس انا عندي كونديشن هنا فين؟ في التايم دومين. يبقى انا هنا عندي كونديشن في التايم دومين اللي هو يو اوف 0 تي بكام؟ بس الكونديشن ده ما ينفعش اطبقه هنا، ليه؟ عشان ده تايم وده اس. فعشان اقدر اطبقه لازم الاول اجيب له ايه؟ فهيطلع اليو اوف 0 واس بكام؟ حد عنده مشكلة يا جماعة؟ يبقى أنا يو اوف 0 تي ذا كونديشن في التايم دومين عشان أقدر أطبقه في الاس دومين لازم أجيب له إيه الأول؟ كده الكونديشن ده هو ده اللي أنا هعوض بيه جوه مين؟ المعادلة. يلا نعوض كده. هنحط اليو كام؟ 1 اكس والاكس كام؟ اليو هحطها بواحد على اس والاكس دي هحطها بكام؟ 0 اي باور 0 كام؟ يبقى السالب طلع فعلا بكام؟ 1 على اس ناقص 1 على مين؟ يبقى فعلا السالب طلع فانكشن لمين؟ يلا بقى نرجع لليو بقى الاصليه عشان نجيب لها الايكوز بقى خلاص. نرجع لليو بعد ما جبنا الثابت يبقى اليو عامله ازاي؟ او التاني اسمه ايه؟ الثابت احطه مكانه ايه؟ الداله دي تنظيمها في الاي. حد عنده مشكله؟ كده جبت اليو في اكس واس كده يبقى انا جاهز ان انا اجيب مين بقى؟ وانا بجيب الانبوت مين ثابت؟ الاكس هي ايه؟ تمام كده؟ طب يلا واحده واحد على اس 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 سكوير دي بتاع ايه؟ طيب واحد على اس ناقص واحد على اس سكوير في ايه؟ الاي ده مؤثر صح؟ الاي ده مؤثر في الاس دومين بيعمل لك ايه في التايم؟ بيحط لك يونت ستيب فانكشن. فعشان اجيب الانبوتس هنا لازم اجيب الانبوتس على الاول. طب الانبوتس على كام؟ واحد ماينس. ايه تاثير الاي بقى؟ هتحط يونت عند مين؟ هتحط يونت عند المعادل صح؟ مين المعادل لسه هنا؟ وكمان هتعمل ايه؟ هتشفت التي بنفس الشفت بتاع ايه؟ بتاع اليونت. يعني بدل ما هي واحد ناقص تي هتبقى ايه؟ فاهم كده بقى؟ يبقى الاي هتحط لي اليونت عند المعامل بتاع اس وكمان هتشفت الانفرس اللي هيطلع لي من هنا هتشفته بنفس الشكل. يعني بدل تي هيبقى تي ناقص اكس ايه؟ ويبقى هو ده الحل بتاعنا. فاهم كده بقى؟ بس هي الكورس بيكون حلقات طويل فحاول تركز فيها واحده واحده. ان هنا عملنا ثلاث خطوات بالظبط. اول خطوه عملنا الرقص فمين اللي ثابت؟ الاكس. ثاني خطوه حلينا المعادله الفضائيه بس بالنسبه لمين؟ الاكس. كان مين اللي ثابت هنا؟ اس. اخر حاجه جبنا الانفرس مين اللي ثابت؟ الاكس. تمام كده معاك؟ والملحوظه اللي احنا قلنا عليها ان في حاله البارشال ديفرنشال ايكويشن الحاله دي بتظهر بس فين؟ في البارشال. الثوابت اللي موجوده في الاس دومين لازم تجيبها الاول قبل ما تجيب مين؟ يبقى في حاله البارشال ديفرنشال ايكويشن لو ظهر لك ثوابت في الاس دومين لازم توجدهم الاول قبل ما تجيب مين؟ حضرتك كده بقى؟ Thank you.
بعد ما عملت حط في المقص طلعت لي معلق من اس دومين كان فارس توتر صح؟ بس ممكن في مسألة تانية هنشوفها بعد شوية بعد ما اجيب المقص هيطلع معلق سكند ايه؟ تعالى افتكر كده ازاي نحل المعلق سكند اوردر لو عندي معلق واي ما بدهاش هيطلع واي داش 2 واي بتساوي ده اللي ايه؟ فاكرين الحل لكن اسم سكند اوردر ده ايه؟ هو جيني كان ليه كام حل؟ كان عبارة عن واي سي اف بلس مين؟ واي صح كده؟ الواي سي اف ده الحل بتاع الهوموجين فاكرين كنا بنجيب ازاي؟ كنا بنجيب حاجة اسمها اكزيلري اللي هي ايه بقى؟ ماشيين السكند دايركت بحط مكانه مين؟ ماشيين التفاضل الأول بحط مكانه احلها هيطلع ناقص واحد وناقص اتنين ويبقى الحل بتاع الهوموجينيس كان ثابت اي باور سالب واحد اكس كان ثابت تاني اي باور سالب تاني ولو كان الحلين شبه بعض بضرب واحد منهم فين؟ وفي حاله الكومبلكس كان ليها قانون الواي سي اف مش هو المشكله بالنسبه لنا تعال نفتكر ازاي نحل ميما الواي بي الواي بي يمكن هنحلها بطريقه مختلفه عن اللي انتوا خدتوها الترم اللي فات الطريقه اسمها دي اوبريتور طبعا طريقه الاوبريتور ركزوا معايا طريقه دي اوبريتور طريقه اسهل بكتير واسرع تعالى نشوفها كده اول حاجه مين هو الدي اوبريتور مين الدي ده ده عباره عن تفاضل الدي سكويرد عباره عن تفاضل ايه مرة تمام كده طب واحد على دي ده عباره عن واحد على تكامل واحد على دي سكويرد تكامل يعني كل دول عاملين زي النظره بالظبط اوبريتور مؤثرات ازاي بقى احل المعادله التفاضليه؟ ازاي اجيب الواي بي باستخدام الاوبريتور؟ اول حاجه هنعملها هنعيد كتابه المعادله التفاضليه بس باستخدام الاوبريتور، يعني شايفين الواي دبل داش دي؟ ممكن اكتبها ازاي؟ دي سكوير داخله على مين؟ صح ولا لا؟ واي دبل داش هي عباره عن واي داخلت لها ايه؟ دي سكوير، يعني تفاضل 3 واي داش ممكن تكتبها ازاي؟ واي دخلت لها مين؟ 3 دي 2 واي اللي هي 2 واي بتساوي اف في ايه؟ ممكن ناخد الواي كومن فاكتور؟ اه ممكن ناخد واي نشيل الواي من هنا ومن هنا ومن هنا بيساوي كام؟ فين هي الواي بي بقى؟ الحل الناتج نتيجه الاف اكس هقسم على عشان اجيب الواي دي هقسم على مين؟ اللي هو واحد على دي سكوير 3 دي زائد مين؟ داخل على مين؟ على الداله اللي اسمها ايه؟ اف تمام كده اهو طب مين بقى البلوك اللي غيرك؟ مين ده؟ ده عباره عن اوبريتور صح؟ بس هل الاوبريتور ده انت عارف بيعمل ايه؟ لا ما اعرفش اللي اعرفه مين؟ اللي اعرفه دي بيعمل تفاضل دي سكوير بيعمل تفاضل مرتين واحد على ده بيعمل تكامل بس الاوبريتور الغريب ده انا ما اعرفش ايه هو بيعمل ايه في الاخر عشان اجيب الواي بي لازم اجيب تاثير الاوبريتور ده على مين؟ اقدر اجيب تاثير الاوبريتور على الداله في اثباتات كده عملوها اقدر اجيب تاثير الاوبريتور الغريب ده على الداله في الحالات دي لما يكون عندي ثابت او مين؟ اي او ساين وين ساين او شاين وين شاين او ايه طيب اه ده مش تاثير الاوبريتور على الحالات اللي هي الحالات اللي احنا كنا واخدينها ايه في الجدول مع الدكتور طيب مين اللي علينا في كل ده هو الدكتور في الاخر قال لي اللي علينا هو سيل وساين انا حتى انا في المرحله في هقول لكم تيمو انسوا التيمو ده خالص هو مين ومين الحاجات اللي عليها ثابت وين؟ وصلت.
طب ناخد كده اكزامبل. لو عندي اوبريتور داخل على الثابت اللي هو 2، ايه تاثير الاوبريتور ده على 2؟ هحط دي كام؟ هحط دي كام يا مصر؟ حط زيرو، زيرو هيطلع كام بقى؟ يبقى دخل. من غير بقى ما اعمل شرط واعمل تعويض والقصه دي كلها، في الاخر هيطلع ايه؟ اي اوبريتور هو دي تاثيره على الثابت، حط دي كام؟ حضرتك مش كده؟ طيب لو عندي الاوبريتور بتاعي دخل على ساين 2x، ايه تاثير الاوبريتور على الساين او الكوزاين؟ هشيل دي سكوير واحط بدلها مين؟ سالب معادل اكس ثانيه. سالب الثاني دي مش فاكره؟ يبقى انا هقول واحد على سالب 4 زائد 1 طبعا مش كده في مشكله كده؟ كل اللي بعمله طبعا هو مفيش حاجه اسمها دي بيساوي زيرو، لا احنا بنقول ان تاثير الاوبريتور على الثابت اكني هحط دي كام؟ مفيش حاجه اسمها دي بيساوي كام؟ تاثير الاوبريتور على الساين او الكوساين بشيل دي سكوير واحط بدالها مين؟ دي سكوير واحط بدالها ماينس معايا الاكس ايه؟ طب افرض المساله فيها دي، لا مش عليك في الحالات دايما في حاله الساين او الكوساين هتلاقي هنا في مين؟ دي سكوير دي. فاهم كده بقى؟ طبعا دي حاجات بسيطه، كان في حاجات ثانيه اصعب من كده، بس هي الدكتوره محدده بس الحالتين دول بس ليه؟ بما انكم ما خدتوش طريقة الاوبريتور بس. في مشكله كده بقى؟ حضرتك مشكله؟ حل بقى يا اخي مشكله؟ بالنسبه لاكس ناقص واحد بتساوي تفاضل مرتين بالنسبه لتي، عايز اجيب اليو
وفي اكس وين؟ فاهم كده؟ كان عادي بيديني مجموعه من الكونديشنز، اكيد الكونديشنز دي متغيره عشان اجيب مين؟ ثوابت بتاعتي. انا لازم احل عندي الدفع على حاجه. فاكرين زمان لما كان بيكون عندي واي داش كان لازم دي كام كونديشن؟ واي داش واحد صح؟ مثلا واي زيرو عشان تقدر تجيب السبب صح؟ طب لو عندك كل كونديشن واي داش لازم دي كام؟ واي داش لازم دي تو كونديشن واي زيرو مثلا واي داش عشان اي صح؟ يعني دايما عدد الكونديشن مرتبط بايه؟ بكام تفاضل عندي صح؟ فانا من غير ما ابص على الجيفن اللي بعتهولي طالما هنا عندي تفاضلين بالنسبه لاكس يبقى انا منتظر عندي كام كونديشن على اكس؟ اثنين. يعني ايه كلمه كونديشن على اكس؟ يعني ايه اللي بيحصل عند اكس معين؟ يعني يو عند اكس بزيرو بكام؟ يبقى ده اول كونديشن على اكس. تاني كونديشن بيقول لي ان اليو اكس مين يو اكس؟ مين يو سبسكرايب اكس؟ تفاضل يو بالنسبه لمين؟ لاكس. لما الاكس تروح للانفينيتي هيطلع بكام؟ فده برضه يعتبر كونديشن على مين؟ دي مش كده يا جماعه؟ الكونديشن بتاعت الاكس بما ان الاكس ده مين؟ بالنسبه لي بيعبر عن البوزيشن فبيسموه باوند ري ايه بقى؟ باوند ري كونديشن. فاهم كده يا جماعه؟ يبقى الكونديشن بتاعت الاكس بتسموها ايه؟ باوند ري. طب هنا عندي كام تفاضل بالنسبه لتي؟ تفاضلين. يبقى انا متوقع يكون عندي كام كونديشن على تي؟ اثنين صح؟ يعني ايه كونديشن على تي؟ يعني اليو عند تي معين ده يو اوف اكس وزيرو كام؟ يو تي يعني ايه يو تي؟ بالنسبه لتي عند اكس وزيرو كام؟ فبما ان تي ده بيمثل تايم فده بيسموه انيشال ايه؟ خلاص الكلام؟ لو انا عندي تفاضلين بالنسبه لاكس يبقى انا منتظر كام؟ باوندري كونديشن. اثنين. تفاضلين بالنسبه لتي يبقى انا لازم يطلع عندي كام انيشال كونديشن؟ فاهم كده؟ انا ليه باكد على الحاجه دي؟ لان ساعات زي مساله المحاضره دي مساله مهمه قوي كانت مساله لفظيه. المساله اللفظيه انا هطلع منها مين؟ الكونديشنز بتاعتي. فلازم اكون عارف انا محتاج كام واحد. فانا لما الاقي هنا تفاضلين بالنسبه لاكس يبقى انا منتظر ان يكون عندي كام باوندري؟ اثنين. اثنين باوندري. طب فاضلين بالنسبه لتي يبقى انا كام عندي؟ تو باوند تو اديشن. فاهم الاختصار يا جماعة؟ هتجيب لصاص للطرفين وانا بجيب اللصاص مين ثابت؟ الاكس. اي حاجه فيها اكس اللصاص مش بيتعامل معاها بيعتبرها ثابت. يعني هنا عندي تفاضلين بالنسبه لاكس هل اللصاص هيعمل فيهم حاجه؟ لا هينزلوا زي ما هما تفاضلين بالنسبه لمين؟ لاكس. اللصاص هيخش على مين بس؟ عدل اسمها يو هيتقلب حاجه اسمها يو اوف اكس دي مش كده؟ ماينس الواحد اللي بص على مين؟ واحد على اس هيسيب اه تفاضلين بالنسبه لتي ده مؤشر صح؟ تفاضلين بالنسبه لتي ده مؤشر بيعمل ايه؟ بيجيب الابص الداله الاصليه اللي هي يو يضربها في مين؟ اس سكوير ويطرح بيها مين؟ اليو عند تي بزيرو يعني يو اوف اكس وزيرو ماشي يطرح اس يو اوف اكس وزيرو ويطرح ايه كمان؟ كنت بكتبها يو داش عند تي بكام؟ بس انا ما ينفعش اكتبها يو داش صح؟ اليو دي في تفاضل اكس وتي فاليو داش انت قصدي تفاضل بالنسبه لمين؟ للتي صح؟ فممكن اكتبها كده يو سبسكريبت ايه؟ وتي بزيرو يعني اكس وكام؟ فاهم ده يا جماعه القصه دي؟ يبقى زمان بقول يو داش عند زيرو على اساس ان انا عندي متغير واحد
لا انا عندي متغيرين فلازم تحدد التفاضل ده بالنسبه لمين؟ للتي والاكس زي ما هي بس التي هتبقى كام؟ هذا مشكلة؟ دي يو على 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 دي المعادلة دي انا عايز اجيب منها مين انا؟ اليو في اكس واس بس اليو دي داخله جوه معادلة ايه؟ تفاضلية سكند اوردر. طب تعالى نظبطها، نظبطها ازاي؟ نخلي اليوهات مع بعض وده ايه؟ لوحده. يبقى التفاضل هنبعت ده هناك بيساوي ايه؟ دي معادله سكند اوردر هوموجينيس ولا هوموجينيس؟ ناني في حاجه هنا يبقى ناني ليها كام حل؟ نقسم الحل لجزئين. اول جزء بجيب اليو سي اف. فاكرين ازاي بجيب اليو سي اف؟ بجيب الاكزيست بشيل السكند دريفتيف بحط بداله ايه؟ ماينس اس سكوير الام هتطلع بلس او ماينس من هنا اليو سي اف كتب ازاي؟ خد بالك انا بحل دلوقتي انا بتعامل مع مين؟ مع الاكس. الاس دي بالنسبه لي ايه؟ كونست. هيبقى ثابت اي باور ام اكس يعني اي باور اس اكس بلس ثابت اي باور كام؟ حد عنده مشكلة؟ في مشكلة في الهوموجينيس؟ طب نخش على التانية الواي أو اليو بي إزاي أجيب اليو بي؟ اتفقنا إن إحنا هنكتب المعادلة دي باستخدام الأوبريتور هتبقى إزاي؟ بدل تفاضل مرتين هتبقى كده دي سكوير يو دي سكوير ماينس دخل على مين؟ صح كده؟ ويبقى اليو بي هل ده عباره عن واحد على الاوبريتور ده داخل على الداله اللي اسمها ايه؟ ايه تاثير الاوبريتور على واحد على اسمه؟ هو انا دلوقتي الاس بالنسبه لي كونسل صح؟ عشان انا دلوقتي بحل معادله تفاضليه بالنسبه لاكس الاس دي يعتبر ايه؟ يعني واحد على اس ده كده ايه بقى؟ كده لا صح ولا لا؟ تأثير الاوبريتور على أي رقم بعمل إيه؟ بحط دي كام؟ حد عنده مشكلة هنا؟ يبقى تاني أنا بجيب تأثير الاوبريتور على واحد على اس بس وأنا شغال دلوقتي وأنا بحل المعادلة التفاضلية أنا شغال على الإكس بس لأن الإس بالنسبة لي رقم فتأثير الاوبريتور على الرقم بحط دي كام؟ يعني اليو بي هيطلع كام؟ طب يلا بقى نكتب اليو نهاية تبقى ثابت. ده ثابت. يبقى اليو نهائية هي عبارة عن اي اي باور اس اكس بلس بي اي باور ماينس اس اكس ماينس واحد على مين؟ حد عارف مش كده؟ ينفع اجيب الانفس قبل ما اجيب الثابت؟ لا اتفقنا؟ حالة التورشن الديفرنشال ايكويشن لما بيظهر لك ثوابت في الاس دومين لازم تجيب الثوابت الاول وبعد كده تجيب مين؟ لان الثوابت دي ممكن يكون جواها مين؟ طب ازاي نجيب الثوابت اللي موجوده في الاس دومين؟ محتاجين كونديشن في الاس دومين وعشان نجيب كونديشن في الاس دومين لازم نطلع على كونديشن فين؟ في التايم. فين الكونديشن بتاع التايم دومين؟ اللي هم الباوندري كونديشن. الباوندري كونديشن هما حاجات على الاكس بس مالهاش دعوه بيه. فهنستعمل الباوندري كونديشن. الباوندري كونديشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اليو اوف زيرو تي كام؟ وكمان بيقول لك ان ليميت بارشال يو بالنسبه لاكس
لما الاكس تروح لانفينيتي هيطلع بكام؟ طب ينفع اطبق التو كونديشن دول دايركت على الاس دومين؟ لا لازم احولهم الاول لمين؟ للاس دومين. فانا همسك الكونديشن ده هجيب له لابلاس والكونديشن ده برضه هجيب له لابلاس انا هيبقى ايه؟ هيبقى برضه ليميت اكس ابروتش انفينيتي والتفاضل برضه بتاع مين؟ اكس بس النيمة بيساوي كام؟ معايا كده يا معلم؟ يبقى انا جبت الكونديشنز بتاعت التايم اللي هم الباوندري كونديشن جبت لهم اللباس وهبدا اطبقهم بقى على مين؟ على المعادله يلا نطبق ده وده تعال نطبق ده الاول عشان اطبق الكونديشن الاولاني ده لازم اعمل ايه الاول؟ لازم اجيب مين الاول؟ بارشال يو بالنسبه لمين؟ عشان اطبق الكونديشن ده لازم قبل ما اجيب الليمت اجيب مين الاول؟ فلازم اجيب بارشال يو بالنسبه لمين؟ لاكس. يلا نجيب انا بعمل تفاضل جزئي بالنسبه لاكس لان الاس مالها؟ سيل. وهيطلع ايه؟ ايه؟ الاي دي هتنزل زي ما هي تفاضل باور زد بي الاي دي هتنزل زي ما هي تفاضل باور نيجاتيف واحد على اس كيو تفاضله بالنسبه لاكس يطلع بكام؟ يبقى ده شكل التفاضل بتاع يو بالنسبه لمين؟ هو بقى بيقول ايه بقى؟ بيقول لي تفاضل يو بالنسبه لاكس لما تحط الاكس بانفينيتي لازم الهيدنج يطلع في الاخر بكام؟ لازم يطلع بكام؟ ده الكونديشن هو بيقول لك طيب يلا نحط الاكس انفينيتي لما اجي احط الاكس انفينيتي هنا هيطلع ايه؟ ايه في اي باور انفينيتي وهنا ماينس بي اي باور ماينس انفينيتي فكده كده ده اتصفى اي باور ماينس ماين هي بكام؟ اي باور ماينس ماين هي بكام؟ بس ده هيبقى بكام؟ ايه؟ فانفينيتي يعني ايه ده؟ الترم ده الاي ده طول ما هو موجود البارشال يو بالنسبه لاكس هيطلع بكام؟ بانفينيتي ولا بزيرو؟ هيطلع بانفينيتي صح؟ تاني يا جماعه انا بيقول لك حط الاكس بانفينيتي حط الاكس بانفينيتي المفروض ان ده الشكل ده هيطلع في الاخر بكام؟ بزيرو فلما حطيت الاكس بانفينيتي في ترمين الترم ده هيجيب لي انفينيتي والترم ده هيجيب لي مين؟ من الترم المفروض يترفض اللي هو الترم ده صح؟ ليه؟ عشان انا لازم ده يطلع بكام في الاخر فلازم الترم ده ما يكونش موجود اساسا يعني ايه ما يكونش موجود؟ يعني لازم الايه دي تكون بكام في الاول؟ تاني انا جبت بارشال يو بالنسبه لاكس تمام؟ هو بقى بيقول لي ان الشكل ده الداله دي لما الاكس هتروح لما لا نهايه هيطلع في الاخر داله بكام؟ بزيرو. طب لما تحط الاكس لما لا نهايه ده هيروح لفين؟ لما لا نهايه ده هيروح لمين؟ هل ينفع ده يكون موجود؟ لا ما ده بيخالف الكونديشن ايه؟ انا قايل لك اللي هو في الاخر هيروح لمين؟ اللي ده هيروح لمين؟ فلازم ده اساسا يختفي من الاول، ازاي يختفي من الاول؟ يعني ايه اساسا تكون بكام؟ بالظبط اه ما انا عشان كده بقول لك اساسا الايه ما ينفعش تكون موجوده اساسا من الاول. يعني الايه دي مش هتكون موجوده اساسا ما فيش ترم فيه ايه اساسا. تمام؟ وبالتالي الترم ده مثلا هيكون موجود. لما تحط الاكس بقى هنا هيطلع بكام؟ انا عارف ان زيرو في انفينيتي اندترمايند فاليو بس الفكره ان انا الايه دي انا مش هخليها موجوده اساسا. لان هي من الاول خالص. هو تعمل جبس هو بيقول لي حط الاكس بقى هنا حط الاسم ده هنا الاسم ده يطلع بكام؟ لا ما انا قلت لك اهو احنا دلوقتي لما عوضنا الاسم ده لقيت في ترم اسمه ايه؟ اي باور ايه؟ والترم الثاني كده كده صح بس انا قلت لك ان ده لازم يطلع في الاخر بكام؟ فمعنى كده ان الترم ده اساسا المفروض يكون مش موجود ده ليه المفروض ما يكونش موجود؟ يعني من الاول خالص ما كانش في حاجه اسمها ايه؟ لان الترم اللي فيه ايه ده؟ بيبوظ
فلازم اجيب. يبقى خلاص الكلام يا جماعه، اي ترم اي ترم جواه ثابت والترم ده بيخالف الكونديشن اللي انت حاطه، لازم الترم ده يكون ايه؟ مش موجود. ازاي تخلي الترم ده مش موجود؟ خلي الثابت بتاعه كام؟ ده فاهم يا جماعه؟ يبقى اي ترم لقيته جواه ثابت وده بيخالف الكونديشن بتاعك لازم تلغيه من الاول. تلغيه ازاي من الاول؟ تخلي الايه كام؟ يعني بمعنى كده ان الايه اساسا ما كانتش ايه؟ في مشكله كده؟ لسه هجيبها دلوقتي. انا لغايه دلوقتي استمتعت على مين؟ كونديشن اول. يلا نعوض في الكونديشن الثاني بس. الايه مش موجوده خلاص. نعوض في الكونديشن الثاني. هحط الاكس بكام؟ بزيرو. حط الاكس بزيرو واليو بكام؟ اليو بزيرو. يبقى اليو دي هحطها بكام؟ بزيرو. واي اكس هحطها بزيرو، يعني هيطلع بي من هنا يبقى بي بكام؟ تعالى كده اهو. يبقى في الاخر بقى خلاص وصلنا ليه؟ وصلنا ان اليو اوف اكس اس عباره عن ايه؟ البي كام؟ بي واحد على اس كيو مضروبه في اي باور ماينس اكس اس. ناقص واحد على مين؟ على اس. يلا بقى نجيب الانفرس في الاخر خالص. نجيب الانفرس ازاي؟ وانا بجيب الايه مش بنسال. طب ازاي نجيب الايه بتاع الشكل ده؟ لازم الاول اجيب الايه بتاع الاول ده كام؟ بي سكويرد على كام؟ الايه دي هتعمل ايه؟ هتحط يونت عند المعامل. مين معامل لسه؟ حط لي يونت على المعامل. وكمان هتشفت الداله بتاعت التي بنفس الشفت. يعني هي كانت اساسا تي سكويرد على كام؟ هيبقى تي ناقص ايه؟ في مشكله؟ الاي بلس بتاع ده اللي هو مين؟ يبقى هو ده الحل. يبقى نقول بس اللي انا عايز اقولها، لازم تاخد الخطوه تكون عارف تتعامل مع مين؟ مثبت مين؟ في الاول كنت بجيب لك باص انا مثبت الاكس وانا بحل المعادله الحضوريه، انا مثبت الاس واتعامل مع الاكس، وانا بجيب الايكوس اثبت الايه؟ خلي بالك الثوابت لازم اجيبها في الاس دومين قبل ما اجيبها فين؟ قبل ما اجيب الايه؟ هتعرف